فيلم عن الصحة النفسية والعنف المنزلي. صنع هذا الفيلم برعاية الهيئات التالية: إن الصحة والسلامة النفسية والجسدية حق للجميع. في بعض الأحيان نعاني من مشكلة تتعلق بالصحة النفسية ولا عيب في ذلك. يمكن لأي شخص أن يمر بمثل هذه التجربة، ولا بأس من طلب المساعدة حتى تشعر بالتحسن، تماماً كما لو كنت تعاني من مشكلة صحية جسدية. يعاني بعض الناس من تجارب حياتية تجعلهم أكثر عرضة لمشاكل الصحة النفسية بسبب العنف المنزلي أو التمييز أو العنصرية. إن الشعور بالقلق والإحساس المستمر بالإحباط أو الاكتئاب أو عدم القدرة على إدارة شؤون الحياة اليومية من أهم مشكلات الصحة النفسية. تستمر بعض مشكلات الصحة النفسية لفترات قصيرة، وقد يستمر البعض الآخر منها لفترات أطول. قد يظهر صراعنا مع مشكلات الصحة النفسية في شكل أعراض جسدية كالصداع واضطراب المعدة وضيق الصدر. مشكلات الصحة النفسية ليست علامة على الضعف أو على أن الشخص مجنون أو ممسوس. علينا أن نولي أي شخص يعاني من مثل هذه الصعوبات الرعاية والاهتمام، وألا ننتقد تصرفاته أو نصدر الأحكام عليه. يحاول الناس التعافي من مشكلات الصحة النفسية بطرق مختلفة مثل الصلاة وزيارة المعالجين. تساعد خدمات الصحة النفسية أيضاً في تقديم العلاج المناسب إلى جانب توفير الدعم النفسي المطلوب. خدمات الدعم سرية ولن تشارك تفاصيل أي مشكلة تتعلق بصحتك النفسية مع طبيبك العام أو أي شخص آخر، إلا في حالة الخوف على سلامتك الشخصية أو سلامة شخص آخر. إذا اعتقدت أنك تعاني من مشكلات في الصحة النفسية أو شككت أن لديك أعراض مرض نفسي، عليك التحدث إلى أحد الأشخاص، كما يمكنك أن تبدأ بالتواصل مع خدمات الصحة النفسية. كما يمكنك أن تبدأ بالتواصل مع خدمات الصحة العقلية. إذا لاحظت أن شخصاً تعرفه يعاني من مشكلات تتعلق بصحته النفسية، تحدث إليه. قد تساعد المحادثات المفتوحة حول الصحة النفسية في كسر وصمة العار، وتشجع المزيد من الناس على طلب المساعدة. خدمات الصحة النفسية المتاحة. خدمات العنف المنزلي المتاحة. ماذا يعني أن تتمتع بصحة نفسية وعقلية جيدة؟ أعتقد أن الصحة النفسية تعني أن تنعم براحة البال التي تجعلك قادراً على التفكير بفعالية وتمنحك إحساساً داخلياً بالسلام والهدوء. إنها تعني السلامة العاطفية وقدرتك على التعامل مع ما يواجهك في الحياة من مواقف صعبة. إن الصحة العقلية تعني قدرتي على التأقلم مع المواقف الشاقة والمرهقة ومنعها من السيطرة علي أو إرباكي، كما تعني أيضاً قدرتي على التفكير الإيجابي، لأن الصحة العقلية تتعلق بطريقة تفكيرك مما يؤثر على سلوكك. ولذلك إن شعرت بضغط نفسي ومنعك هذا الضغط من أن تحيا حياة مرضية، فإن هذا الضغط يؤثر على صحتك العقلية. لماذا في رأيك يجد الناس صعوبة في الحديث عن الصحة النفسية؟ لطالما كان عنصر الإنكار موجوداً بسبب نظرة المجتمع للصحة النفسية وبسبب الثقافات المختلفة التي نأتي منها، وبالتالي لا يكون من السهل على المجتمع أو على الأفراد تقبل فكرة الاعتراف وقول نعم أنا أعاني من مشكلة تتعلق بصحتي النفسية. ولذلك تخفي كثير من مشكلات الصحة النفسية حتى يراك الناس كشخص طبيعي، لأن المجتمع يعتبر مشكلات الصحة النفسية أمراً غير طبيعي مثل الجنون، ولا أحد يريد أن يوصم بمثل هذه الصفات، ولهذا السبب نتظاهر بأننا بخير حال، وبالتالي يصبح من الصعب التعرف على مشكلات الصحة النفسية في مراحلها الأولية حتى يتحول الأمر إلى كارثة. ففي المراحل الأولية يفترض الجميع أن كل شيء سيتحسن، وأنك امرأة سوداء قوية
لكن الحالة ستتطور إلى أن تصبح كارثة. وهنا سيأتي الجميع ويقول مهلا، لدينا مشكلة هنا. كيف نعرف أننا لسنا على ما يرام؟ قد يحدث الأمر على شكل آلام مستمرة في الظهر أو المعدة، أو قد تعانين من صداع نصفي مستمر وتذهبين إلى الطبيب العام عدة مرات وتأخذين الأدوية لكن دون جدوى، لكن يجب أن تعرفي أنك قد تضطرين للجوء إلى نوع من أنواع دعم الصحة العقلية مثل الاستشارة أو حتى العلاج لتتمكني من معالجة هذا الألم المزمن الذي تعانين منه. والأمر المهم بالنسبة للاستشارة هو أن تكوني قادرة على الغوص في أعماق نفسك، وقد لا تعرفين حتى أن هناك مشكلة ما. قد تكمن المشكلة في أمر حدث منذ زمن بعيد لكننا اعتبرناه شيئا طبيعيا ونحيناه جانبا، وذلك الأمر قد يكون هو السبب في ألام معدتك أو ظهرك، بل وقد يسبب لك نوبات صرع. وعند تحديد هذه المشكلات تختفي الأعراض والعلامات الجسدية ببساطة. لذلك أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا، لأننا لا نربط دائما بين مشكلات الصحة النفسية والأعراض الجسدية المماثلة. أريد أيضا أن أقول أن هذه الحالة ليست الوحيدة التي نحدد بها مشكلات الصحة النفسية، ففي بعض الأحيان قد لا يعرف الشخص الذي يعاني من مشكلات في صحته النفسية مشكلته، ويستطيع شخص آخر أن يلاحظ أن هناك مشكلة تؤثر عليه. ولذلك علينا الاستماع بود واهتمام، وأن نحاول معرفة ما يحتاجه ذلك الشخص دون إصدار أحكام. هناك رابط قوي بين العنف المنزلي ومشكلات الصحة النفسية الناتجة عنه. كيف يمكن للعنف المنزلي أن يؤثر على الصحة النفسية لأحدهم؟ أعتقد أن الشخص الذي يعاني من العنف المنزلي يكون أكثر ميلاً للانطوائية والبعد عن الناس، فلا يريد التحدث إلى أحد، ويشعر دائماً أنه قد يكون مخطئاً، كما قد يشعر بالخوف الشديد من طلب المساعدة من أحد لأنه يخاف مما قد يحدث إذا تواصل مع أحدهم، حتى لو كان يتحدث فقط عن أي شيء كصديق، لأنه خائف مما قد يفعله به الشخص الذي يعنفه منزلياً. لذلك أعتقد أن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف المنزلي قد يعانون من مشكلات في صحتهم النفسية وقد يكونون هادئين للغاية. إن العنف العاطفي أسوأ من العنف الجسدي، وكثيرون منا لا يدركون أنه عنف وإساءة. قد يوجه لك أحدهم كلمات سلبية فتؤثر على سلامتك وصحتك العقلية. لماذا قد يكون من الصعب على شخص في هذا الموقف أن يتحدث علنية؟ في المكان الذي ترعرعنا فيه تعلمنا أن الزوجة الصالحة عليها أن تتصف بصفات معينة، وأن اتخاذك لقرار الانفصال أو اختيارك للخروج من هذا الموقف دائما ما يكون مستنكرا. لذا فإن الأمر يعود دائما إلى المرأة في أن تقرر وتقول: انظر، هذه حياتي ويجب أن أستعيدها، لابد من أن أملك زمام حياتي. لقد كنت في هذا الموقف عندما كنت متزوجة وكنت أعرف كيف أقول نعم فحسب، لكنني فقدت احترامي لذاتي وثقتي بنفسي وشككت في قدراتي، وكنت نحيلة لدرجة لا يمكن تخيلها. لكن في اليوم الذي قررت فيه أن أرحل وقلت: انظر، لا أعتقد أن هذا هو الشكل الصحيح للعلاقة، قبلت بالاستنكار وانهالت علي الشتائم، وهذا لأنني جئت من كينيا والناس هناك يقولون: لا، يجب أن لا تهجر زواجك وأن تحاول الاستمرار. لكنني كنت أشعر أن استمراري في ذلك الزواج لم يكن في مصلحتي، والآن حين أسترجع أحداث الماضي أقول: نعم، أنا سعيدة أنني فعلت ذلك، لأنني لو كنت اخترت البقاء كنت في الغالب سأقوم بشيء آخر، ربما كنت سألجأ إلى المخدرات أو الكحوليات فقط لأتكيف. وحين أرى نفسي الآن أدرك أن علي أن أكون قوية من أجل نفسي، وأن الناس يجب أن يتعلموا أنهم يملكون الحق في الرحيل. إذا شعرت أن الوضع غير مناسب لك حتى لو كانت صداقة استمرت لسنوات عديدة، ابتعد عنه. نحن نعرف أن فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك إن لم تعتني بنفسك فإنك لست مؤهلة للعناية بشخص آخر. أتعرفون،
منذ سنوات عديدة أخذت وقفة حازمة وتحدثت للمرة الأولى عن وضعي كضحية لختان الإناث. لقد كان التحدث عن الأمر صعبا لفترة طويلة وشكل تحديا كبيرا للغاية بالنسبة لي، لكن حين تحدثت عن هذا الأمر للمرة الأولى شعرت براحة هائلة. إن التحدث عن الأمر ليس مستحيلا، شعرت وكأن حملا ثقيلا قد انزاح عن كتفي. وهذا ما يحدث أحيانا عندما نتحدث عن الصحة النفسية، فأنا لم أدرك أو أرى مدى تأثير وصعوبة ذلك الأمر علي. لم أدرك الأمر حتى تحدثت عنه للمرة الأولى وشعرت فعلا كما لو كان عبئا كبيرا انزاح عن كتفي. إن الأمر يتعلق بتطبيع هذا النوع من المناقشات وجعله أمرا عاديا. دعونا لا ننزعج من قول أننا لسنا على ما يرام نفسيا، وكأننا نقول أننا نعاني من صداع. لا بأس في ألا نكون على ما يرام. لا يجوز لأحدهم أن يسيء إليك أو يعنفك. لا تعاني في صمت إذا كنت تعانين من مشكلات تتعلق بصحتك النفسية والعقلية. خدمات الصحة النفسية المتاحة. خدمات العنف المنزلي المتاحة. Bam bam bam.